شلونكم اخوان؟ طبعا انا فترة طويلة صار ما مسوي فيديو، كنت متجه اتجاه ثاني على السيرفرات وشغلات ما لها علاقة اصلا بالتبريد. المهم، هذا شرح عن جهاز سواله شير قبل فترة واحد من الاخوة، طبعا مشكور، ولكن مع الاسف ما وضح كيفية عمل الجهاز، يعني ما شرح عن شلون يشتغل الجهاز أصلا، وكانت الخريطة يعني مو واضحة جدا يعني. المهم، فأنا الفكرة هي عندي أصلا موجودة الفكرة، ولكن القيم كانت عندي مجهولة، كنت ما أعرف القيم كمقاومات وككاباسيتر. المهم عرفتها من خلال واحد من الأخوة. المهم، الكاباسيتر اللي هي يعني متسعة، قصد انه هي 10 بيكو فارات، والمقاومة 12 كيلو واط، طبعا هاي والواطية مالتها 12 كيلو اوم، العفو، والواطية مالتها 3 واط. المهم، هذه المداخل اللي يطلع من الانفرتر، اللي 3 مداخل، 3 مخارج، العفو، هاي مدخل للجهاز ولكن هي مخارج من الانفرتر، يجي يدخل هنا 1 2 3، هذه اللي تبعت للانفرتر. انا طبعا هسه اشوفه هنا طي اي سي، ولكن هذا مجرد للغرض حتى اخليه يشتغل. يعني بصعوبة وجدت هذه الطريقة، حاولت الآن حتى خليني أرمشن ويبين عندك كيف يشتغل وتفهم طريقة عمل الانفرتر بصورة صحيحة. المهم، نربطهن هذني الثلاثة وراح نشوف هذني الثلاثة، العفو، ال LEDs يمثلن ال IGBTs. طبعا انا فيديو مسوي قبل سنة واكثر من سنة، مسوي شرح تقريبا يعني بالتفصيل، مو تفصيل ممل، ولكن بالتفصيل كيفية عمل الانفرتر ومراحل اللي يمر بيها الانفرتر، اللي هو كان بي 6 IGBTs. فكل واحد من هذا ال اي دي او الليدات يمثل واحد من الاي جي بي تي، والاي جي بي تي هو عبارة عن مواصفات، هي نوع من المواصفات او ترانزستور، يعني يسموه اي جي بي تي لانه يتحمل تيار عالي، فهو عبارة عن سويتش، باعتبار اذا تفسر انه سويتش الكتروني، هو عبارة يبدي يقطع وتجي اشارة من احنا مثل ما نسميه، ممكن نسميه عقل او البرين، يعني العقل مالته اللي يبدي يرسل اشارات حتى يفتح ويسد. المهم، انا رجعت على هاي التفاصيل، من تفحص بيه فتشوف ال LEDs من تربطه، فلازم كلهن يشتغلن وينطفن. اذا موجود واحد من عدهن ما اشتغل، يعني معناته اكو خلل بواحد من ال IGBTs اللي موجودة ببورد الانفرتر، فيبقى هذا التربيش ما يختلف طبعا حسب سرعة ال حسب التردد اللي يجي، فممكن يزيد التردد. شوفوا مثلا اذا زيد التردد على الفريكوانسي، سوي 400 مثلا هرتز، شوفوا التقميش مالته كيف صار، فيختلف التقميش مالته حسب السرعة طبعا، يعني بي اشياء تتحسس ويبي يزيد ويقلل من سرعة الضغط. فمثلا بهذه الحالة هو راح يكون المفروض سريع، يكون طيب تردد عالي. فأتمنى هذا الفيديو يكون واضح ومفهوم إن شاء الله. تحياتي لكم.